ضحك حلقة النهاردة من ضحك السنين عن ضحك سنة 1958. سنة 1958 من السنوات الذهبية لإسماعيل ياسين، لكن كانت الكوميديا موجودة كعنصر في باقي الأفلام، خصوصاً الأفلام الغنائية والاستعراضية. في السنة دي إسماعيل ياسين قدم الفيلم القنبلة إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وكان معاه هند رستم وعبد الفتاح القصري وزينات صدقي ورياض الأصبجي وعبد المنعم إبراهيم وفؤاد راتب اللي هو الخواجة بيجو وكتير غيرهم، تأليف عباس كامل وعبد الفتاح السيد وإخراج عيسى كرامة. كتير تتعب فين قرش عمل ما كوك الدنيا حسونة إيه؟ أديله 99 قرش على بالي انت ما كوك الجنيه. وفي نفس السنة قدم فيلم إسماعيل ياسين في دمشق بطولة أحمد رمزي وسميرة أحمد ومعاهم حسن فايق وتوفيق الدقن وغيرهم، تأليف أبو سعود الإبياري وإخراج حلمي رفلة. زميلي الأستاذ إسماعيل الجحش. جحش؟ يا فندم مش أنا الجحش، ده أبويا. إسماعيل ياسين طرزان، وكان معاه فيروز اللي خرجت من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب، وكان معاهم عبد السلام النابلسي وحسن فايق وستيفان روستي وزينات صدقي وميمي شكيب، تأليف أبو سعود الإبياري وإخراج نيازي مصطفى. بيهكر برضه؟ لا ده بيسلم عليا. بيسلم عليك ولا بيراقع صداقك؟ دي الطريقه بتاعته لما يسلم على واحد صاحبه عزيز. على كده لو سلم على واحد غريب يطلع مصاريفه. وفي نفس السنه اسماعيل ياسين بوليس حربي ومعاه عبد السلام النابلسي وفريده فهمي والطفل ياسين اسماعيل ياسين ورياض الاصبجي شاويش عطيه ومحمود فرج ومغامس وعبد الغني النجمي وغيره، تاليف علي زرقاني واخراج أسود حبايبي بغلي تاني هو يا قلبي تحب تاني. مرة واحد فلاح في قرية، وبعدين كان المطر والسيل نازل عمال يرخ على البلد لما غرقها والمية دخلت البيوت وحاجة فظيعة خالص. فواحد فلاح راح للعمدة قال له يا جناب العمدي يا جناب العمدي. قال له فيه ايه يا والي؟ قال له الحقيقة يا جناب العمدة المية دخلت البيت. قال له عقبال النور يا والي. وفي نفس السنة اسماعيل ياسين بيقدم فيلم امسك حرامي بطولة امال فريد ومحمود المليجي وحسن فايق ونجمة الغناء فايزة أحمد، تأليف أبو سعود الإبياري وإخراج فطين عبد الوهاب. صباح الخير يا فندم. الله أعلم. إسماعيل ياسين بيقدم في نفس السنة مع زهرة العلا أبو عيون جريئة، وكان معاهم كيتي ومحمود المليجي والكوميديانات زينات صدقي وستيفان روستي ورياض الأصبجي وعبد الغني النجدي، تأليف جليل البنداري وإخراج حسن الصيفي. وإيه اللي جابك هنا؟ والله أنا كنت مسلف واحد صاحبي جنيه وكنت جاي عشان أخده منه وما لقيتوش. ملقاش صاحبك؟ لا ملقتش الجنيه. صباح وأحمد رمزي بيقدموا فيلم سلم على الحبايب سنة 1958، ومعاهم نعمة مختار وزينات صدقي وعبد الفتاح القصري ورياض الأصبجي وفردوس محمد، سيناريو كامل التلمساني وحلم حليم وحوار السيد بدير وإخراج حلمي حليم. في الريف الواحد بيلاقي كل يوم شيء جديد. ايه هو اللي جديد؟ الجاموسه السوداء هتصبح بلاقاها بيضة. صباح واحمد رمزي مع بعض في فيلم حبيب حياتي، ومعاهم عبد السلام النابلسي وحسن فايق وزينات صدقي وحسن حامد، تاليف عبد السلام النابلسي وعبد العزيز سلام واخراج نيازي مصطفى. امبارح صحوا الساعه 12، النهارده الساعه 11. ايه هو ده؟ وبكره الساعة 10 وبعده 9 وبعده 8 وبعده 6 لحد ما تصحى 6 بالظبط من نفسك. ليه؟ هشتغل مسحراتي. النجمة نعيمة عاكف في فيلم أحبك يا حسن بطولة شكري سرحان، ومعاهم عبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن وستيفان روستي وحورية حسن، قصة وسيناريو حسين فوزي، حوار زكريا الحجاوي، إخراج حسين فوزي. انتباهي يا بنت. يا ماما بسم الله الرحمن الرحيم. احلى من الشرف مفيش. مسا الفل المشغول بويا، مسا الجمال ابو دليات، مسا زلابيا الابروسي والهريسه السكوتش بالسودا. تحيه كاريوكا وساميه جمال مع بعض في فيلم حبيبي الاسمر بطوله شكري سرحان ومحمود المليجي، ومعاهم ستيفان روستي، تاليف محمود اسماعيل واخراج حسن الصيفي.
انا هاخدها مرقصه قدام الناس. امال ترقصي ايه في سر؟ ساحر النساء فريد شوقي بطولة هند رستم، ومعاهم توفيق الدقن، قصة وسيناريو وحوار الأديب العالمي نجيب محفوظ وعباس كامل ومحمود صبحي وكامل التلمساني، وإخراج فطين عبد الوهاب. يا كاشف الكشف، يا مكشف كشوف كشفي، يا سابل السدر، يا ساتر سطب ستري، يا عالم الغاب ده اسمك من المرض يشفي، يا رازق الدود في الحجر كان على الحجر بدري. فريد شوقي بيقدم سنة 1958 فيلم سلطان بطولة برلنتي عبد الحميد ورشدي أباظة وتوفيق الدقن، قصة جليل البنداري، سيناريو عبد الحي أديب ونيازي مصطفى، وإخراج نيازي مصطفى. مش الإنجليز هاجموا على بريطانيا العظمى وكسروها ودخلوا لندن؟ يا خبر اسود. الانجليز هجم على بريطانيا. يا اخوي. فيلم ايامي السعيده سنه 1958 بطوله الشابه الصغيره فيروز، ومعاها عبد المنعم ابراهيم وحسن فايق وميمي شكيب وعبد الفتاح القصري، تاليف ابو السعود الابياري واخراج احمد ضياء الدين. احفظ العينه دي عندك يا زكريا فندي. زكي يا فندم. زكي. ايوه زكي 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 وزكريا قرايب. الله، زكي أولها زين وكاف، وزكريا أولها كاف وزين. لا أقصد يعني كاف ودال، أقصد يا أخي فلعتني أنت وإسمك. عبد الحليم حافظ في فيلم شارع الحب بطولة حسين رياض وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم وحسن فايق وزينات صدقي، تأليف يوسف السباعي، وشارك في كتابة السيناريو عز الدين ذو الفقار وإخراج عز الدين ذو الفقار. افرجها من عندك يا كريم، ابسطها يا طارق. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. لبنى عبد العزيز ويحيى شاهين في هذا هو الحب بطولة عبد المنعم إبراهيم وعمر الحريري، الفيلم اللي تألقت فيه ماري منيب، الفيلم تأليف محمد كامل حسن المحامي، إخراج صلاح أبو سيف. تحبوا أعمل لكم شاي ولا قهوة ولا غدا؟ والله الأخيرة دي دمها خفيف قوي. فاتن حمامة وعمر الشريف في سيدة القصر، ومعاهم زوزو ماضي وعمر الحريري واستيفان روستي اللي تألق في الفيلم ده، الفيلم تأليف حسين حلم المهندس وإخراج كمال الشيخ. مدام تسمحي لي بالرقصة دي؟ حد حيشك يا أخويا ما ترقص كده؟ طب بس أروح أتحزم وجيلي. ودورنا على المسرح سنة 1958، لقينا مسرحية أشوف أمورك أستعجب لفرقة نجيب الريحاني بطولة عادل خيري وماري منيب وعباس فارس وميم شكيب وزوزو شكيب، تأليف بديع خيري وإخراج عبد العزيز أحمد. مسرحية عايز أحب لفرقة إسماعيل ياسين، تأليف أبو سعود الإبياري وإخراج محمد توفيق. أعصابي تعبان، سلفان، دايما متنرفز، دايما طهقانة، دايما طلعانة روح من لا شيء، لا شيء ده يبقى جوز. وبكده تكون خلصت رحلتنا في ضحك سنة 1958، ونشوفكم مع ضحك سنة جديدة وحلقة جديدة من ضحك السنين.